السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. من حوالي شهر، تقريبا من شهر، أنا كنت عامل حلقة وحطيتها هنا، كان اسمها ماذا يريد أردوغان من أفغانستان. وأنا عاوز أرجع بس يا جماعة، عشان خاطر وإحنا بندعو لثورة أو إحنا نبقى في دماغنا حاجات كتير قوي، لأن كل واحد فينا مسؤول عن تخليص مصر من هذا الوضع الكارثي اللي هي فيه. الموضوع ده كنت بتكلم فيه على مشكلة كانت ظهرت على السطح، اللي هي خلاف بين معلن، يعني بوادر خلاف بين طالبان وتركيا. كان بيقول الموضوع، بيقول ان امريكا لما كانت قررت اللي هي مغادرة افغانستان، ان قواتها تمشي، بتعمل اتفاقيات مع تركيا، امريكا بتعمل اتفاقيات مع تركيا لتولي مسؤولية الامنية وادارة مطار كيبول. في ساعتها طالبان اعلنت، قالت والله اي قوات موجوده ما فيها قوات تركيه اللي احنا بنعزها هنعتبرها قوات احتلال وهنضربها، اي قوات غازيه هنعتبرها قوات احتلال وهنضربها. فانا كنت بتساءل وبقول يعني ايه، يعني ازاي؟ وبصراحه كنت مستغرب، يعني الموضوع ما كانش داخل دماغي يعني. فكلمني شخص عزيز عليا، الله ربنا يفك ازمته يا رب، وقال لي هو انت مصدق ان في خلاف؟ قلت له انا بصراحه مش مصدق، بس يعني انا بتكلم على اللي بيحصل يعني. قال لي لا، فيش خلاف خالص، دول هم اولاده يعني، الناس اللي موجوده دي، وتركيا موجوده من فتره كبيره جدا، وعدى هذه الايام يعني. وانا الكلام كنت مقتنع بيه يعني، ده احساسي يعني، او ده استنتاجي، خاصه ان زي ما احنا قلنا ان ما حدث في افغانستان هو يصب لمصلحه المشروع التركي. فتركيا هتعمل كده ليه؟ هتتخانق معاهم ليه؟ فنيجي بعد حوالي اقل من شهر نلاقي في اتفاقيات حدثت بين طالبان وتركيا، مش بس ان تركيا هتتولى المهام الامنيه والتنظيميه في مطار كيبول، لا، دي عملت معاهم اتفاقيات امنيه وعرضوا عليهم كمان علني، ودي بتبقى البوادر، ان هم يعملوا معاهم معاهده دفاع زي اللي موجود اللي عملوها مع حكومه السراج. ده تركيا وليبيا، يا خبر ابيض. الاهم بقى واهم ان تركيا خدت حق التنقيب عن المعادن، مش ممكن كميه النحل، عن المعادن في افغانستان. واحنا عارفين طبعا موضوع الليثيوم اللي هو كان من اسباب غزو افغانستان في تحليلات معظم الاقتصاديين. فمفيش بقى خناق، مفيش خناق، في سياسة. طيب، لو انت شفت الخريطة، للأسف انا ما عنديش الإمكانية، لكن ان انا اعرض لكم خرائط لحد دلوقتي، ربنا يكرم، يا رب يفتح عليا واعمل لكم كده من استوديو واجيب لكم خرائط يا رب، عشان الموضوع بيبقى مفيد جدا جدا ان الواحد يشرح بخرائط. ايران بين تركيا وافغانستان. طيب، ايه يعني خلى افغانستان تنط ايران وتروح تركيا في ايه يعني؟ احنا لان احنا عارفين ان زي ما قلنا ان هذه المنطقه بيتصارعها 3 مشروعات، المشروع الاسرائيلي، المشروع الايراني، المشروع التركي. مفيش واحد فيهم على استعداد للتنازل في قصاد التاني، هو كل واحد فيهم عاوز، وانت اختار يعني، انت عن نفسك اختار. المشروع الاسرائيلي طبعا موجود، معروف فين يعني، حكومات معظم الدول العربيه يمكن باستثناء حاليا قطر وليبيا، كل الحكومات العربيه جزء من المشروع الاسرائيلي، ويقوده في العلن فرنسا، ولابسه بقى جزم بقى في رجليها بقى، السيسي على بن زايد، على الوحيد بن زايد راح دلوقتي لتركيا، بعت الراجل بتاعه، تفاوضات بقى الله اعلم هترسي على ايه، على دول الخليج كلها، السعوديه اللي مش عارف، كل دول تبع مشروع الاسرائيلي. وسمات المشروع الاسرائيلي عشان ما تتلخبطش فيها، ومفيش واحد جحش يضحك عليك، لازم يكون حكم عسكري، لان اسرائيل لا تقوى على وجود حكم مدني يعمل لها جيوش حقيقيه بحق حقيقي، لكن لازم حكم عسكري، يعني جيش يقدر يتصرف مع شعبه، لان زي ما احنا قلنا كتير، احنا 500 مليون مثلا، فيقدروا علينا ازاي يعني؟ فلازم كل واحد يقدر يعمل اكتفاء ذاتي من القمع. اسرائيل لن تستطيع ان توفر القمع لجميع الشعوب العربيه، فبيقوم بهذا الدور جيوش، فالجيوش دي هي اللي بتقمع شعوبها،
طيب وبعدين الجيوش دي بتدار بالعنف وبالسلاح بينها وبين بعضها بالعنف بالجزمة، بياخدها 3 4 5 2 1 ودور اللي بيبقوا شغالين عند سوري. بس باختصار يعني، باختصار شديد يعني، فالتركيا دلوقتي اصبحت لها تواجد موجود كبير، فزادت. دلوقتي تركيا شغاله فين؟ حاولت مع الدول العربيه، حصل ضربه قاسمه فعلا ليها طبعا بالانقلاب، الناس فرحانه جدا، يقول لك تركيا ليها اطماع عندنا، مش كويس تركيا كان لها اطماع عندنا فمشيت، فكانت اسرائيل احتلتنا صح. اللي عاوز يشوف المشروع التركي يشوفه في الصومال. الصومال يعني تركيا هي اكثر نفوذا هناك، في تسارع المشروع الاسرائيلي لسه في الصومال عن طريق الامارات، لكن المشروع التركي هو الاكثر. شوف اخر 10 سنين حصل ايه في الامارات هتنبهر. طبعا انت مش هتلاقيه في الاعلام بتاعنا عشان حاجه تكسف، هو حكم مدني لازم سمات حلف اسرائيل في اي دوله ان يكون حكم عسكري ومحرم عليه تصنيع سلاح، لكن اشتري زي ما انت عاوز وكدس زي ما انت عاوز. ليه؟ لان السلاح اللي انت بتشتريه انا عارف اوقفه لك. عشان كده هتلاقي الناس فرحانه جدا جدا بطيارات الرافال، وبعدين كلهم مستنيين يقول لك ايه اصل جايب الطيارات الرافال يضرب بيها سد النهضه، فاحنا بنقول لهم يا بقر يا اكل العشب يا اكل التبن، مش هيضرب يا بقر صح. وطبعا احرجونا وراح ضرب وراح ضرب طبعا زي ما احنا كلنا عارفين يعني، ضرب سد النهضه زي ما احنا عارفين. تيجي بقى دولة زي قطر اللي هم بيتريقوا عليهم، قطر قد شبرا الخيمة، ده بدل مش عارف ايه، ده انا ماشي في الشارع بفرض نفسي الطلبة على قطر. هي كانت المسؤولة عن التفاوض في هذه الحرب العالمية يعني، بس حرب ذات بعد عالمي. اه طبعا كان في كام دولة هناك في غزو افغانستان ولمدة سنوات، هي بقى بتعمل الحرب، وقادة طالبان موجودين في قطر، قادة طالبان موجودين في قطر لحد دلوقتي. انت متخيل نفوذ قطر هيبقى ايه في افغانستان؟ طيب مين اللي بيعيط دلوقتي بيصرخ المشروع الاسرائيلي في الحته دي؟ فرنسا القايده، فراح بقى عمل طبعا شفنا المشروع لدرجه انه وصل البجاحه وعدم واختلال الالتزام بالسيسي، انه بيطالب شعب العراق انه يختار حكامه بحريه، اللي هو مفيش كلمة أساسا ممكن توصفه بيها غير لما تجيب سيرة أمه وجميع أعضائها يعني، أكيد يعني، يعني هو بيطلب من الشعب ما ولا المشروع بيترنح فعلا، المشروع مش في مصر لا، المشروع الإسرائيلي لأول مرة يجد حاجة بتقف قصاد تمدده. تيجي بقى تلاقي تركيا حاولت تخش في أفريقيا يعني، برضو دخلت عملت شوية اختراقات، ليبيا موجودة في تشاد، موجودة في السودان، موجودة في الصومال، موجودة في مالي، كل ده على حساب فرنسا اللي هو على حساب المشروع الإسرائيلي. هتقول لي يعني فرنسا بجلالة قدرها هي شغالة عند إسرائيل؟ لا، فرنسا ليها مطامعها، أعدائها هم أعداء إسرائيل، أعدائها هم أعداء إسرائيل. فالفكرة اللي أنا بقولها بعد ما ظهر الموضوع اللي هو اللي هو بتاع أردوغان والتركية مع طالبان، إن في حاجة اسمها يا جماعة أطراف في المعادلة، أطراف في المعادلة. أنا دلوقتي بقول لا حل لينا غير إن إحنا نكون إن إحنا نزيل هذا الحكم عن طريق ثورة شعبية عارمة، وأنا قايل مواصفاتها. يمكن أنا ما بتكلمش يعني، مش شرط إن أنا أقعد أقول رأيي في كل واحد بيقول يعني، أصدقاء يعني كل واحد له رؤيته، أنا رؤيتي طبعاً ان لن يتم ابدا تخلصنا من هذا الاحتلال الا بثوره حقيقيه، والثوره دايما لها اليات، اليات اشتراك شعبي على مستوى واسع، انتشار حقيقي يضمن عجز الشرطه عن التعامل معها، وجود انتشار ده كمان بيحقق لينا ثقافه تبادل السلام وتبادل الرعب، توازن الرعب، لان انت مش مسموح لك بقى ان انت تخش بيتي
وانا راجل مصري وانت جايش المفروض شغال خدام عندي، انك تخش بيتي تبهدل ابويا او تخش تنتهك حرمات بيتي وكده. ما انت بيتك خساتها بقى، انا مش قاعد في ميدان، بروح امك انا مش قاعد في ميدان، لا ده انا قاعد تحت بيتك، انا قاعد في كل حته، خد بالك انت بقى بدءا من الراجل. فانت يعني دي شكل الثوره اللي احنا بنتكلم عليها. فلازم نعرف يا جماعه يعني ايه الطرف، تكون طرف يعني ايه تكون طرف في الموضوع. احنا الى الان ظواهر صوتيه وهي مطلوبه، ظواهر صوتيه هي مطلوبه، يعني يا قطر مش تعرف تعمل الكلام ده كله من غير قناه الجزيره، حاجات كتير لازم يكون معاها صوت يوصلها للموضوع ده. لكن هننتقل للمرحله الفاعليه لما الصوت بتاعنا ده يقدر يقنع ناس لحركات حقيقيه على الارض، حقيقيه على الارض. تركيا اللي هي عملت، لقت في افغانستان شريك وعملوا معاه الموضوع ده، واللي هو لا والله طالبان زعلانه، لا مش هنخليهم، لا ده احنا هنضرب بعض، لا طب تعالي تركيا خدي المخابرات والامن واعملي معانا معاهدات امنيه، وانت تعالي نقابي على المعادن بتاعتنا. لم تكن تفعل غير لما تجد طرف قوي. لكن لما احنا قعدنا عندها 8 سنين ما عملناش حاجة، عمالين نتكلم وخلاص، ووسط قيادة مريبة لجماعة الإخوان المسلمين. يا جماعة اللي يزعل ينحرق، أنا آسف والله، اللي يزعل من الحق يولع. ما حدث من القيادة المزعومة لجماعة الإخوان المسلمين، وأنا واحد يعني محسوب يعني إن أنا بدافع عنهم يعني على مواقفهم لأن فيها حق، يعني في ناس كتير يعني فاكرين ان انا اخوان اصلا يعني. كان اللي عملوه جريمه، والى الان متمسكين بهذا الفشل الى اللحظه اللي بكلمك فيها دي حضرتك، لدرجه ان الاستاذ ابراهيم منير لما راح يمشي الاستاذ محمود حسين وقال لك الراجل، لا لا مش حاجه خالص، اجري العب، انا قاعد ليه؟ قاعد عشان خاطر الله استمتع بالفشل بتاع 8 سنين. الفشل في ايه يا جماعه؟ مش فشل ان هم يعملوا حاجه وتنجح، لا الفشل ما يعملوا حاجه اصلا، ما عملوش حاجه من 8 سنين، ما عملوش حاجه. يعني ناس كتير عملت، في ناس دلوقتي بتنظم عمليه مثلا وقف الاعدامات، في عملنا خايف ليه من صوت مرسي، في ناس عاملين اتحاد مش عارف، عملوا مؤتمرات كبيره عشان نهر النيل، في التانيين ما عملوش ولا الهوا، انسى. لما عملنا حتى خايف ليه من صوت مرسي كانوا يعني كانوا مسلطين علينا الكلاب بتاعتهم اللي بتدافع عنهم دلوقتي، الكلاب اللي بتدافع عنهم دلوقتي هم اللي كانوا بيهاجموا حملة خايف لهم من صوت مرسي، فيحق لينا ان احنا نقول ان هم كلابهم. وبعدين مستمرين. فايه اللي حصل بعد كده؟ ان اردوغان وقف المعارضة، صوت المعارضة، وده اضر المعارضة. وقف هو بقى لمصالحه، بقى هو لمصالحه مع مصر، ولو مصالح مؤقتة، ولو تضارب، لو بي 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 بيفرض عليهم حاجات في مواقف مقابل ايه؟ مصر ايه اقصى طموحها؟ ان السيسي يفضل. طيب هو زعلان من الصوت، خلاص يا عم انا اقفلك الصوت، بس هتديني انا ايه بقى كمشروع تركي في ليبيا؟ خلاص دول ما اخرهم يعني ان هم يقعدوا يتخانقوا مع بعض وكده، اخرهم هم يقعدوا يتخانقوا مع بعض. طيب الدعوه الى الثورة عشان ما يحصلش لبس. أنا أي حد بيدعو للثورة أنا بدعي له إن ربنا يكرمه. لكن الثورة في عقلي وفي رأيي كلها لها مواصفات. في شرطين لازم يتوفروا في أي ثورة أنا بدعو ليها. الشرط الأول الانتشار الحقيقي. انتشار، ما ينفعش الشرطة تخش في 7-8 مراكز، 7-8 قرى. في اي مركز مش هينفع 7-8 قرى، طب المركز فيه 50 قريه ده هي. وبعدين انتشارك في اماكن كتير وكده انت بتبقى عامل له تهديد ان هو يجرم في حقك كشعب، هو ده. لكن اي دعوات للثوره بدعي لها والله بالتوفيق، يعني ما بقول قد يكون فيها حاجات مخفيه انا ما اعرفهاش، فبدعوها بدعو للجميع بالتوفيق.
إن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير، ونكون في يوم من الأيام طرف فاعل نقدر نقدم لحد حاجة، نقدر نقدم لحد حاجة. أنا بتكلم على المعارضة طبعا، حتى الحكومات بتاعتنا مش طرف فاعل يعني، حتى الحكومات بتاعتنا إيه خلاص، أنا جزمة في رجل المشروع الإسرائيلي، إن هو بيكلمك في إيه؟ يدخلك في إيه؟ ما هو جزمة، طب ما يكلم اللي مشغلك، ما يكلم اللي مسرعك أصلا، هو إسرائيل. لكن الحتة اللي انتوا عليها شبرا الخيمة دي اللي هي قطر دلوقتي، فرنسا بتعيط بتصرخ زي والله الثكالة اللي هي يعني فقدت ابنها او الارملة او اللي جوزها هاجرها في الفراش، واحنا مش عارف هنعمل ايه. فرنسا والمانيا بالذات يعني، بينما تصريح بايدن بيقول لك ايه بعد الانفجار، احنا عندنا اعداء، طالبان دلوقتي مش هي العدو، طالبان مش هي العدو. ركز انت بقى، مين العدو بتاع ايه؟ الامور عماله تتغير وتحالفات عماله تطلع، و احنا للاسف الشديد مش طرف، مش طرف في اي تحالف. ننزل على الارض ان شاء الله باذن الله هتلاقي كله بيسعى لك عشان يكسبك، لكن ما فيش حد بيكسب الصفر يعني، بيحاول يكسب الصفر. الله يجازي اللي استلمنا واحنا ملايين في الشارع بنعترض، وسابنا في الحالة المزرية دي، ويا ريت كمان عاوز يسيبنا ويمشي. اشوفكم على خير.